بس السؤال المطروح في النظرية الإشراقية هذا، وهو أن هذه العقول العرضية، افترض عندنا مليون نوع، ها مليون نوع، فكم عقل عندنا هناك؟ ها مليون عقل، جزاكم الله. هاي العقول العرضية خلقها عقل طولي واحد لعقول طولية متعددة، ياهو شلون صدرت من هاي الكم؟ ها وهاي الجهات المتعددة من قبل كان أكل، شلون صار بس وصلنا للأخير صار مليون؟ فهذا العقل الأول خلق العقل الثاني، شو ما خلق عقلها خلق هاي عقل، العقل الثاني خلق عقل الثالث، قل ليش ما خلق كذا عقول؟ العقل الرابع خلق ماذا؟ عقل الخامس، ليش ما خلق 50 عقل؟ شلون صار احنا من وصلنا للعقل الاخير صار بقدرة ان يخلق مليون عقل؟ شلون صار هذا؟ هاي النظرية، هذا المقدار غامض في النظرية الاشراقية، انه هذه العقول العرضية لأي شيء معلولة مخلوقة للعقل الاخير، لو 3 منهن مخلوقة للعقل الاخير، 10 منهن مخلوقة لقبل العقل الاخير، و30 منهن مخلوقة للذي قبله، وتفاوتها شدة وضعفا لعله يؤيد هذا المطلب، لأنه هاي العقول العرضية متكافئة لو مو متكافئة، ها غير متكافئة، يعني بعضها أشرف وبعضها أخف. خب إذا كان كلها خلقها العقل العاشر أو خلقها العقل الأخير، لماذا جعل بعضها أكمل من بعض؟ لأن يمكن أن نقول الأكمل خلق من عقول سابقة والأضعف خلق من عقول ماذا؟ نازلة. المهم هذا المقدار غامض، بلي ياهو، لا هي فيما بينها لا علية ومعلولية، أحسنتم، فيما بينها لا علية ومعلولية، ولكن بعضها أكمل من بعض. هذا الأكمل خلق لعقل سابق والأخص خلق لعقل لاحق. المهم هذا المقدار غامض في النظرية، ما مبين أن هذه العقول العرضية من أوجدها. خلي أقول لكم الشغلة، القصة أولها الآخرة، فتكلمتين مو لنا شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه ثابت أنه كان أهل الكشف، وفي مكاشفاته رأى أشياء، هسه هذه الأشياء التي كوشف بها أراد أن يستدل عليها، خلصت القضية، وإلا دليل بعد الوقوع، مو الدليل أوصلهم إلى هذا. أكو عدة فد مطلب كوشف به وفي اعتقاده حق لو باطل حق، إذا تعال نبحث عن ماذا؟ عن دليل، وإلا القضية أولا وآخرا فلسفيا، وإلا روايا لها بحث آخر، فلسفيا القضية أولا وآخرا أنها ثابتة بالمكاشفة، لا أنها ثابتة بالبرهان. أما في البحث البرهاني عنده قدرة، لو ما عنده قدرة فحد بحث آخر. فلهذا هاي الأدلة سموها أو نسميها أدلة بعد الوقوع، يعني أنت من قبيل تفيد تثبت حجية خبر الواحد، هذا شلون ما كان من آية من رواية من سيرة، أنت تدري بأن خبر الواحد إذا ما يثبت يعني فقه ما عندك. فلهذا والله من نعاق الغرابة مسوي له دليل، ما يصير، ليش؟ انه ينهد الفقه كله، صحيح لو مو صحيح. اذا هاي الادلة اكثرها هو عندنا هالشكل في الفقه، هو عندنا بانه روائيا المطلب تام، ولكنه اصوليا خلاف القاعدة، وحقق في بعض الاحيان 13 وجه يذكرون الفقهاء اصوليين يذكرون لتوجيه ما ورد في الرواية، لانه الرواية ما يمكن مخالفته، بس مؤسسين قواعد أصولية. إن شاء الله في مبحث الغصب أبين هذا، اجتماع الأمر والنهي. فالمسألة هناك بحسب القواعد الصلاة باطلة، الرواية شنو جاية صحيحة، شي يسوون؟ يسقطون الرواية لو يسقطون قواعدهم؟ شوفون ما يصير، إذا يسقطون الرواية يا خب رواية صحيحة تسوي، يسقطون قواعدهم ما يصير، لعل ماذا؟ لابد أن يجدوا لها توجيها، فذكروا 10 أوجه. هذا من رجل هو في المكاشفة وجد شيئا، الآن صار في مقام الاستدلال عليه. فلهذا تجد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا الحكيم المشائي المسلك، تجده بالمرصاد دليل بعد دليل، يقول هذه مو كافية لإثبات المثل، ولكن يبقى دليل، وهو أن كذب الدليل يؤدي إلى كذب المدعى أو لا يؤدي، لا يؤدي لا ملازمة، قد يكون المدعى صحيح بس دليلك شنو؟ صحيح. افترض لانه احنا اقمنا 10 أدلة على اثبات وجود الله كلها مناقشة، يعني الله ما موجود؟ لا، دليل على وجود الله ما عندي، مو الله غيره موجود. فلهذا في اخر المطاف سيد العلامة يقول لا دليل على هذا، ولكن هذا موجود لو مو موجود فبحث اخر. بلي ياهو بلي وهو حق. فلهذا احنا تجدون في هالابحاث عندما تصل القضية الى مكاشفات وقضايا بلا برهان، نحمل عليها حملة لا رحمة فيها،
ليش؟ لأنه تارة المكاشف معصوم، ما عندي مشكلة وياه، ماذا يقول لي؟ مو فقط أنه أقبله وهو حجة علي، بل أقبل قدمه وأقبل. وأخرى أنه لا، مو معصوم مولانا، بس مو فقط مو معصوم، أعرفه ضال منحرف ماتيا. بعد شلون أنا هذا بالمكاشفات كان أقبله؟ إذا مو ضال منحرف، جزما جاهل مركب، جزما. وبعد شلون أنا أقبلك؟ فإذا أفضل طريق كما فعلوهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، قالوا: بابا حتى تريدون تقبلون من عندنا، أطلبوا من عندنا برهان، أطلبوا دليل، شوفوا نقيم لكم الدليل أو لا نقيم، حتى يعودوا شيعتهم على أن لا يقبل بلا دليل. حتى الله جل وعلا، أحسنتم جزاك الله خير، حتى من يريح ويا حبيبي يقول: بابا والله هذا دليله، ما يقول لبابا لك أنا خالقك، أعوذ بالله، استغفر الله العظيم، يقول: ما أنا أوجدتك وأنا خلقتك، هسه أنت تسألني دليل أنت؟ يقول: لا، من حقك. لماذا؟ لأنه يريد يربي الإنسان على الدليل. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، حجة مع الحجة. فلهذا مما يوصف، والله أقولها صريحة، أكثر مآسي الأمة من افتقاد البرهان في وسط الأمة. وإلا لو الأمة يحكمها دليل، العقل، العقل الطائفة يحكمها منطق، اطمئن هذه النتوءات السرطانية التي نسمع بها كل يوم وليلة لما خرجت، لطردت بكل بساطة. ولكنه أنت يوم وليلة تجد في كل يوم وليلة من هذه النتوءات التي تخرج هنا وتريد أن تعيش، ومما يؤسف له هذا أيضا، تريد أن تعيش، ولكنه أفضل طريق وجدوه لأن يعيشوا وهو أن يتسكعوا على رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيدخلوا من باب الرواية إلى أهل البيت، والناس مرتبطين بعواطفهم بأهل البيت. فلهذا من يجدون شخص يقرأ الرواية يقول ماذا؟ يقول: هذا من أهل البيت، وأهل البيت منهم بريء جزما، لأنه يؤدي بالأمة إلى السقوط. قال: